حدثت مصائب ومشاكل لبعض الفنانين والنجوم المصريين أثناء وبعد مشاركتهم بموسم الرياض بالسعودية، وليكم أبرز تلك المشاكل. أقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا خلال موسم الرياض، حضره عدد كبير من محبي الفنانة المصرية بالرياض. وأثناء واحد من لقاءاتها كشفت شيرين عن السر وراء مشاركتها رغم قيامها بعملية في المعدة قبل أسابيع قليلة. وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إجرائها عملية جراحية في منطقة البطن منذ 6 أسابيع، حيث من المفترض ألا تغني لفترة، إلا أنها لم تقاوم الغناء أمام الجمهور السعودي. وقالت شيرين في أحد الفواصل بين أغانيها: يعني طالما ما نقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ليه بتدوخوهم وبتطلعوا عينهم؟ خلاص رفعنا الراية البيضة. ها، واعتبر المغردون أنه في الوقت الذي تحاول فيه النساء السعوديات التحرر من قبضة الرجل والحصول على حقوقها بشكل مماثل للجنس الآخر، خرجت شيرين واطلت بتصريح اعتبره أنه يمثل نوعا من أنواع العبودية، ما كان ينبغي أن يقال في مثل هذه الفترة من تاريخ السعودية. وهاجمت سيدات شيرين متعجبات من قولها بالخضوع للرجل، في حين أنها طلقت أكثر من مرة، فكيف لم تخضع هي وتستمع لقرارات الرجل وتطالب غيرها بفعل ذلك؟ دي مشكلة شيرين عبد الوهاب، وهنشوف مشاكل تانية حصلت. من ناحية أخرى، وبعد أن ضج الشارع المصري بقضية طائرة محمد رمضان، أعلنت وزارة الطيران المصرية سحب رخصة قائد طائرة مدى الحياة بعد سماحه للفنان المصري محمد رمضان بقيادتها. وقالت الوزارة في بيان أنه بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، أصدر وزير الطيران تعليماته لسلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة. وذكرت الوزارة أنه بناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث. وإلى ذلك أعلنت إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وكذلك سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام. وكشف محمد رمضان في أول تعليق له أن هذا الطيار تعرض للأذى بسببه ولن يتركه وسيعوضه بشيء آخر عما تعرض له من عقوبات، مؤكدا أن الطيار كان غالق للوحة المفاتيح داخل كاميرا القيادة بالكامل بحسب موقع في الفن. وردا على إذا كان سيجد عملا آخر للطيار، أجاب: تلك أشياء خاصة بيني وبين الطرف الثاني ولا يجوز أن أصرح بها، سأسانده بالطبع لكن لا يجوز أن أعلن هذا، فهناك أمور من الواجب أن تعلن عنها مثل بناء مستشفى، إنما لا يجوز أن أعلن أنني ساندت فلان أم لا، حتى أن أصولنا السعودية تمنع الإعلان عن هذا. وقال الفنان المصري اللي قال إني أنا طاير بيها واحد صاحبي وكان بيهزر، وثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل. وتابع محمد رمضان قائلا: وصلنا بالسلامة قبل ميعادنا والحمد لله، وكانت الرحلة بسبب مشاركة محمد رمضان في موسم الرياض. هنشوف الفيديو دلوقتي. سأعطيكم أولا نبذة عما فعله محمد رمضان، ثم نرى الفيديو له وهو يقود الطائرة، حيث أثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر الفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل كاميرا القيادة الجدل في قطاع الطيران المصري، خاصة بعد أن وصف عدد من الخبراء الأمر بالمخالف للقانون الدولي والذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على شركة الطيران التابعة لها الطائرة قد تصل إلى حد الإغلاق حال ثبوت الواقع.
ونفت شركة مصر للطيران في بيان رسمي أمس الأحد 13 أكتوبر 2019 علاقتها بالفيديو المتداول لرمضان، موضحة أن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية. وأوضحت الشركة أن ما فعله رمضان يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها، مشيرة إلى أنه لا يمكن السماح لأي شخص بدخول كمرة القيادة أثناء الرحلات الجوية باستثناء أفراد الطاقم فقط، وفقا لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده. وقال خالد عبد المنعم نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية أن ثبوت الواقعة يعرض الكابتن الطيار وطاقم الطائرة والشركة المسؤولة للمسألة القانونية، بالإضافة لفرض عقوبات كبيرة على الشركة قد تصل إلى الإغلاق. وقال عبد المنعم في تصريحات لمصراوي أن الواقعة لو حرست على خطوط مصر للطيران تغلق الشركة، متابعا كيف يحدث ذلك من الأساس؟ كيف يجلس أي راكب عادي بجوار قائد الطيارة ويقودها؟ متابعا من الوارد أن يجلس أحد الأشخاص بجوار كابتن الطيار لالتقاط صورة تذكارية أو فيديو، لكن لا يصل الأمر إلى قيادة الطائرة لأن ذلك ممنوع دوليا والقانون لا يسمح به إطلاقا وتعد مخالفة جسيمة. وقال يسري عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران أن هناك بعض كباتن الطائرات يسمحون في بعض الأوقات بدخول أشخاص كابينة الطائرة بغرض التصوير فقط دون القيادة. وتابع من الوارد أن تكون الطائرة واقفة على الأرض وليست في الجو، ولو كانت واقفة فهو أمر عادي وما فيش حاجة تخوف، لأن أغلب الطائرات الحديثة أصبحت تعمل بالمشغل الآلي، ودور الطيار الآن ما هو إلا مساعد للطائرة في الهبوط والإقلاع فقط، وباقي الأمور الطائرة تفعله أوتوماتيكيا دون تدخل الكابتن على غرار طائرة بدون طيار، والتي تعتمد على الطيران الآلي الذي يتحكم في الطائرة بالكامل. وهناك أجهزة تتحكم في الطائرة في أي وقت، والطائرة الحديثة الآن أصبح بها ما يقرب من 20 كمبيوتر. وإليكم الآن الفيديو، وشاركونا بالتعليقات. تجربة أولى من نوعها بتقول نسوق الطيارة. قلب أبيض بريق أسود، مش بتفتش في المطار، اسألوا من أين لك هذا، ما بردش عليهم ولا كتير هزقساتك ودباسة، بيسمعني بنات سخن اسمع ناسك في السما، بخمس بالأباتشي أباني مش همشي مش همشي، شغل شغل ما بقى كل هدومي فيرساتشي فيرساتشي. مصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطياره دلوقتي. شمال دينا بعد اذنك. في تجربه اولى من نوعها بتقول نسوق الطياره. قلب ابيض. سأعطيكم أولا نبذة عما حدث للفنانة بدرية طلبة، ثم نرى الفيديو صوت وصورة، حيث نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو للفنانة بدرية طلبة ظهرت خلاله وهي نائمة على السرير وتترقى المحاليل الطبية في الوقت الذي يقوم فيه الماكير الخاص بها بوضع المكياج، بعد أن قررت أن تتحامل على نفسها للمشاركة في عرض مسرحية لوكندة الأوباش بموسم الرياض، خاصة أن يوم الأربعاء 4/12/2019 يشهد أول عرض للمسرحية في الرياض. وعلقت منى فاروق على الفيديو قائلة: عشان تعرفوا يا جماعة إحنا بنتعب قد إيه، الفنانة بدرية طلبة تعبت جدا، هي دلوقتي بتركب محاليل وتعبانة وجنبها وجعها والكلى تعبانة وبتعمل ميك أب عشان عندها عرض. وأضاف: ألف سلامة على حضرتك، ربنا يديك الصحة يا أحلى بدرية في الدنيا، وربنا يقومك بألف سلامة يا حبيبتي، وربنا يحميكي ويحفظك من كل شر ويخليك، اللي بيحبها يدعي لها، ويا ريت تقدروا إحنا بنتعب قد إيه. وتتواجد بدرية طلبة حاليا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في العرض المسرحي لوكاندة الأوباش الذي يعرض ضمن موسم الرياض. وإليكم الآن الفيديو.
دي منى فاروق اللي نشرت الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي، وبعديه هنشوف بقى فيديو غرق منزل بدرية طلبة بالمطر اللي حصل في اسكندرية مؤخرا، وهنشوف مين زوجها وعيالها، هي بقت جدة دلوقتي، هنشوف الأسرار دي. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو الأول. عشان تعرفوا يا جماعه الممثلين بيتعبوا قد ايه. مدام بدريه طلبه بيتعلق لها محاليل وبتعمل ميك اب في نفس الوقت عشان تنزل تعمل العرض بتاع موسم الرياض، وانا ارجوكم بطلب لها الدعاء والشفاء، يعني يا ريت ندعي ونقدر احنا بنتعب قد ايه. بصوا يا جماعه ان هي بتركب محاليل وتعبانه وجنبها وجعها جدا، ويعني ربنا يستر، والكلى طبعا يعني ربنا يجيب العقار سليمة، وفي نفس الوقت برضو بتتماكيج عشان تطلع العرض. ربنا يشفيك يا حبيبتي يا رب ويقومك بالسلامة، ويا رب كل اللي بيحبوا مدام بدرية طلبة يدعوا لها ان هي تقوم بالألف سلامة. غيب الموت اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 سنة. ولفظ الفنان المصري أنفاسه الأخيرة صباح اليوم في مستشفى المعادي العسكري، حيث تدهورت صحته فجأة وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه، إلا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب وتوفي. وفي أكتوبر الماضي نقل شعبان عبد الرحيم لمستشفى المعادي العسكري، حيث كان يعاني من كسر في الحوض والساق وعظام القدم، أدى ذلك إلى جلوسه على كرسي متحرك، وهو ما جعله يظهر في مهرجان الرياض الأخير قعيدا. وكشف مصدر بالمستشفى للعربية نت أن شعبان وصل إلى المستشفى قبل شهرين وهو يعاني من كسر بعظام القدم والساق والحوض عقب سقوطه على الأرض بمنزله، إلا أن حالته تحسنت وغادر المستشفى جالسا على كرسي متحرك، ثم عاد فجر اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.